Merci, Monsieur le Président. شكرا سيد الرئيس. سيد الرئيس، أيها القادة الموقرين، سيد أحمد الفقي المهدي الذي يعرف تحت اسم الحرب أبو تراب يتقدم اليوم أمام محكمتكم وسيصف دوره في الهجوم الذي تم في تمبوكتو في يونيو ويوليو من العام 2012 ضد 10 مبادئ دينية ذات أهمية استثنائية. هذه المباني أغلبيتها ضروح لرجال وأولياء من مدينة تمبوكتو، وهم جزء من التراث لهذه المدينة العريقة، وكانوا جزء من تراث مالي وأفريقيا والعالم. إلى جانب إحدى هذه المباني، كل هذه المباني كانت مسجلة على قائمة التراث العالمي. ورغم ذلك، هذه المباني تم تدميرها طاوعاً من قبل السيد مهدي وزملائه أمام سكان مدينة تمبوكتو. السيد المهدي، وهو عضو لحركة أنصار الدين، كان متورط مباشرة في الهيئات التي أسستها المجموعات المسلحة القاعدة في المغرب الإنساني وأنصار الدين خلال مهلة احتلال تمبوكتو في العام 2012، وساهم في النشاطات التي تمت من قبل هذه الهيئات لفرض بالقوة نظرياتهم وسيطرتهم على السكان، وخصوصا عين على رأس الحسبة، وهي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أسست هذه الهيئة في شهر أبريل نيسان العام 2012، وترأس هذه الهيئة حتى شهر سبتمبر أيلول من العام 2012، وكرئيس الحسبة ترأس وراقب الهجوم على المباني العشر. البيانات الوثيقة التي جمعها مكتبي تبين بطريقة واضحة أنه لعب دور مركزي في عمليات التدمير، وحدد المواقع التي كان عليها أن تدمر، وحدد تسلسل ترتيب التدمير بدأ من شمال المدينة إلى جنوبها، وقدم الوسائل المادية للقيام بذلك، وقدم المشورة على ذلك. سيد الرئيس، أيها القادة، يجب أن نقول ذلك بوضوح. قيادة بطريقة طوعية هجوم على مبان تاريخية ودينية يعتبر كجريمة حرب تعاقب بناء لنظام روما. هذه الجرائم جرائم خطيرة ويجب أن تقدم أمام العدالة. وكما نعلم، هذه هي المرة الأولى التي تحكم فيها المحكمة الجنائية الدولية شخص لمثل هذه الأفعال والجرائم الخطيرة. هذه المحاكمة هي محاكمة تاريخية، وهي تاريخية أيضا إذ أن المهلة الحالية تسيطر عليها رغبة الرجال بتدمير التراث لإلغاء كل تمثيل لعالم يختلف عن عالمهم، وبطرق معالم هي في صلب مجتمع يختلف بعض الشيء في شكله وقيمه. وهدف هذه العملية هي إلغاء وإمحاء مثل هذه المجتمعات. سيد القاضي، أيها السادة القضاة، هذا هو في صميم القضية. والخطير جدا في هذه الجريمة هو أنه
مس لهوية وذاكرة ومستقبل شعوب بكاملها. هذه الجريمة جريمة ضد ما يجعل ثروة مجموعات ومجتمعات كاملة، وبذلك هذه الجريمة تفقرنا جميعا وتمس بقيم دولية يتوجب علينا أن نحميها. والأدلة التي جمعها مكتبي ستقود بكم إلى مدينة تومبوكتو. تومبوكتو مدينة تم التصدي عليها وقمعها، مدينة تم تشويهها بظرف حوالي 10 أيام في شهري تموز وحزيران من العام 2012. هذه المدينة، مدينة تومبوكتو، تم تشويهها تماما، والسكان تم إطاحتهم في صميم قلبهم، وتعتبر هذه المهلة كمهلة سوداء ودكناء لتاريخ المدينة. ودعوني أقول إذن ما تمثله كل هذه الضروح للمدينة، ما هو دورهم بالنسبة للبعض منذ عقود عديدة. وسأكمل كلمتي باللغة الإنجليزية لو سمحتم سيد الرئيس. سيد الرئيس، أيها القضاة المقرين، مدينة تيمبكتو هي مدينة عريقة وحية. اسم تيمبكتو هو اسم مرتبط بتاريخ ثري وثقافة ثرية. في القرنين 15 و16 أصبحت مدينة تيمبكتو مركز إقليمي للاقتصاد والتجارة، وما هو أهم من ذلك ازدهرت وتحولت إلى إحدى العواصم الأكثر حيوية الروحية في أفريقيا، ولعبت دورا أساسي في إمداد الإسلام في القارة الأفريقية، وكانت تدعم التربية والتوعية، وكانت تستقطب الطلاب والمعلمين من كل أنحاء العالم. فبعض هؤلاء الحكماء كانوا يعتبرون كأولياء مسلمين، وهذه الأضرحة بنيت على الأرض لإشراف ذاكرتهم. فهذه الضرائح لعبت دورا أساسيا داخل المدينة وخارج حدود المدينة. هذه المباني أيها السادة القضاة كانت تذكارا حيا للماضي البريع لمدينة تيمبكتو، وهذه الأضرحة كانت عبارة وحيدة عن الاستقرار الإنساني في هذه المدينة، لكن كانت أيضا تذكارا حيا لتاريخ مالي القديم، وكانت ذكرى واضحة لهذا الشعب. فهذه الأضرحة هي شهادة عن انتشار دور تيمبكتو التاريخي وانتشار الإسلام في أفريقيا. فهذه الأضرحة هي مرحلة من تاريخ الإنسان الروحي والثقافي وانتشاره على القارة الأفريقية، وهي عبارة عن الدور البارز لمدينة تيمبكتو، وهي مهمة للمجتمع، وهي تجد أساسها في التقاليد الشفهية الأفريقية، وسجلت على قائمة التراث العالمي في العام 1988. وما هو أهم هو أن هذه الأضرحة استمرت تلعب دور أساسي في الحياة اليومية لسكان تيمبكتو، فهي أماكن دينية مهمة ويزورها السكان للمدينة، كما أن الحجاج يأتون من بعيد ليصلون أمامها. فزيارة الأضرحة كانت وما زالت عبارة عن المقتنعات الدينية، وهذه الممارسات الدينية
التي أراد أنصار الدين والقاعدة في المغرب الإسلامي أن تدمرها عن طريق هذه العمليات الفظيعة. أصبح من المستحيل بالنسبة لسكان تيمبوكتو أن تمارس ممارساتها الدينية خلال 10 أشهر، أي طوال مهلة احتلال المدينة. وهذه الأضرحة كما سنبين في أدلتنا لها أهمية كبرى لسكان تيمبوكتو. وخلال المحاكمة سنسمع إلى الشاهد P0431، وهذه الإفادة ستبين كيف قامت المجموعات المسلحة بإبعاد السكان من المدينة وتدمير أضرحتها. وسيبين ذلك العلاقة الوثيقة بين الأضرحة والسكان. إضافة إلى ذلك، الأضرحة كانت تلعب دور الجمع والتضامن الاجتماعي، وهو ميزة لمدينة تيمبوكتو. هذه الأضرحة مرتبطة بالأسر التي تهتم بها، وتلجأ الأسر إلى بعض المهندسين الأخصائيين لبنائها، وهم يعتبرون كالكنز الإنساني الحي لهذه المدينة. ومن يبني ويصون هذه الأضرحة يساهم في العملية المشتركة لمجتمع في تيمبوكتو. وكل من يساعد هؤلاء البناؤون من الأصدقاء والجيران يساهم في عملية الاجتماع، فكل ذلك يضم بين المؤمنين وكل أطراف المجتمع. وهذه الأضرحة تساهم في تطوير ورشات التعايش السلمي. وانظروا إلى أسماء الأضرحة، تذكر هذه الأسماء ما هم الأولياء المسلمين، ويبين أن هؤلاء الأوليين جاءوا من مجموعات مختلفة. أحد الأضرحة هو ضرح سيدي محمود بن عمر محمد عقيد وحسان حجي، وكان شخص عاش في القرن 16. وآخر يسمى شيخ سيدي أحمد بن عمر الأرغادي، وتم تسمية هذا الضرح بعد ولي في كونتا عاش في القرن 18. فكل هذه الأسماء وهذه الأضرحة تقدم رسالة تسامح وتعايش سلمي يمحي كل الفروقات. وإضافة إلى ذلك، هذه الأضرحة المدمرة لعبت دور أساسي في تحديد هوية سكان تيمبوكتو. وهذه المدينة تعرف كمدينة 333 وليا. وكما يقول أحد سكان المدينة عند تدميرها، السكان يعربون عن بعضهم، إذ أن الأضرحة هي رمز لمدينة تيمبوكتو. وتدمير هذه الأضرحة هي تدمير عامل الهوية المشتركة التي تم بناؤها عبر العصور، هو إمحاء رمز للمجتمع، هو تدمير لجذور شعب بكامله، ويؤثر مباشرة على التصرف الاجتماعي والممارسات والبنى لهذا المجتمع. وأحد سكان تيمبوكتو الآخرين يصف الوضع بطريقة التالية: تيمبوكتو على حد فقدان روحها. تيمبوكتو تدهدها عملية تدمير. تيمبوكتو تحت السكان تحت السكين الذي سيقتل الشعب. أيها القضاة، الثقافة هي رمز عنا، فمن سلفنا
أنشأ صور ومساجد ومعابد وأشكال أخرى من الممتلكات الثقافية التي نراها حولنا، وكل هذه الأمور هي في قلوبنا وأرباحنا، وهي الثقافة والهوية الثقافية التي تمر عبر مرور الزمن والتي ننقلها إلى الأجيال القادمة. فهذا التراث الثقافي يمثل الروح والهوية لجيلنا والأجيال القادمة، وهي عبارة عن مرور الزمن، ولا يجب أن نرتكب أي خطأ. فلعصور عديدة أضرحة تيمبوكتو كانت الحجر الأساسي لهوية مدينة تيمبوكتو، وما زالت هذه الحقيقة قائمة اليوم. ومن ولد ونشأ في تيمبوكتو يعتبر أن المساجد والأضرحة القديمة هي عبارة عن ثقافة مدينته. وأطرح عليكم هذا السؤال: ما كان شعور المرء في هذا اليوم المشين لصيف العام 2012 لمن شاهد تدمير هذا التراث الثقافي القريب للقلب؟ كان هذا الاعتداء تم قصدا على الهوية والمقتنعات الثقافية والممتلكات الروحية. أيها السادة، إن تحويل كل ذلك إلى غبار، فبإلغاء هذه الأضرحة السيد المهدي كان قصدا بتدمير شيء يعتبر كقيمة أساسية لمجتمعه. وسيد مهدي يأتي من منطقة تيمبوكتو، وكان يعي بطريقة تامة وكاملة أهمية تدمير هذه الأضرحة، ونراه على أشرطة فيديو يحمل العصا والمعول، ونسمعه على هذه الأشرطة يكرر تشجيع على تدمير هذه المباني، وكان يقول أن كل هذه المباني غير مناسبة لمدينة تيمبوكتو. والصور تحمل الكثير من الدلالات، ولكن النية أيضا تنطوي على الكثير من المسائل، وهنالك العديد من الأدلة الواردة في قائمة الإثباتات والأدلة المشتركة. السيد الرئيس، إن ارتكاب هذه الجريمة ليس فقط حدثا مأساويا، وإنما حيثما يحصل في العالم هو يطرح العديد من التحديات على المجتمع الدولي. وبعد إذنك أود أن أشدد على ثلاث نقاط في هذا الصدد. أولا، أن الهجوم المتعمد على الأملاك الثقافية غالبا ما يكون يؤدي إلى الفضائع، أفضع الفضائع ضد السكان. كما لاحظ بعض المراقبون، فإن الكفاح للدفاع عن الأملاك الثقافية للسكان يشكل جزءا أساسيا من العمليات الإنسانية الآيلة إلى حماية السكان. والناحية الثانية ذات الأهمية الكبرى هي أن هذه الهجمات المتعمدة قد أصبحت سلاح حرب معاصر يرمي إلى القضاء على المجتمعات برمتها، والقضاء على أي أثر لها ولتاريخها وهويتها، وكأنها لم توجد يوما. فلننظر إلى منطقة زورنيك، كما تبين الأدلة في هذه القضية، فإن الصرب قد دمروا 5 مساجد في هذه المنطقة، وعمدة هذه المدينة المدمرة. أشير إلى أنه قال
أنه لن يعود هنالك من مساجد مبنية في سورنينغ، ولنتأكد من ذلك فإن الهجمات على المواقع التاريخية وهذه المباني المخصصة للديانة هي هجمات واقعية على السكان الذين لديهم أملاك ملموسة وعزيزة على قلبهم، وحماية الإرث الثقافي هي جزء أساسي من عملية المصالحة وإعادة الأعمار الاجتماعية ما بعد النزاع. ذلك أن الإرث الثقافي يقدم معنى ونوعا من الاستمرارية والتوجه من الماضي إلى المستقبل، والتراث الثقافي يشكل مرجعا، ومتى تم تدميره وفقا للمحكمة الجنائية الدولية للأمم المتحدة ليوغوسلافيا السابقة، فإن إعادة تأهيل هذا الإرث الثقافي لن يعيد قيمته الأساسية. هذه المسائل والشواغل المعقدة يجب أن تحثنا على العمل، فالهجمات المتعمدة ضد المباني والمواقع التاريخية والمخصصة للديانات هي جرائم خطيرة، أولا على المجتمعات المتضررة بعيدا عن المساحة الاجتماعية والجغرافية التي يسكنونها. لذلك علينا أن نضع حدا للامساءلة إزاء هذه الجرائم الفظيعة. السيد الرئيس، اليوم إن المتهم السيد أحمد الفقي المهدي قد أقر بذنبه، و عليكم الآن أن تنظروا إلى هذا الاعتراف بالذنب من خلال هذه الاتفاقية التي وقعها في مكتبي. وهذا بهذا الاعتراف يبين المتهم أنه قد اعترف بشكل طوعي وعن علم وبمساعدة المحامي القانوني، وقد تم إصدار هذه الاتفاقية يوم الجمعة الماضي، وهو يعترف فيها بوقائع هذه القضية ويتحمل المسؤولية الفردية. أنا راضية ومسرورة عن تطور هذه القضية، بداية لأنه أول اعتراف بالذنب أمام المحكمة. فالسيد المهدي قد أحيل إلى المحكمة منذ ما أقل من عام، وهذه المحاكمة يجب أن تستمر بضعة أيام وتساهم في سرعة الإجراءات، ما سيساعدنا ويساعد الضحايا والمتهم. وفوق كل شيء أنا مسرورة لأن السيد المهدي باعترافه قد ساعد بشكل مباشر في إحقاق الحق، فقد ساعد ذلك على كشف الحقيقة ويؤدي إلى سابقة يمكن الاستناد إليها في أي عملية قضائية. وفي إعداد هذه القضية جمع مكتبي أدلة دامغة عن ذنب المتهم، وستتاح لكم فرصة تقدير ذلك بذاتكم في الساعات القليلة المقبلة. فالاعتراف بالذنب يسهل وييسر إحقاق الحقيقة، وكون المتهم قد اعترف بمسؤوليته الجنائية أمر أساسي لضحايا تيمبوكتو، ومن شأن ذلك أن يدعم عملية المصالحة على الأرض. إلى ذلك فإن الاعتراف بالذنب وحكم حكمكم أيها حضرة القاضي سيشكل سابقة واضحة ويرسل رسالة مهمة وإيجابية إلى العالم بأجمعه. علينا ألا ننسى أن هذا الهجوم قد أدى عن حق إلى موجة من السخط والغضب، ليس فقط من المجتمع المتأثر وفي مالي عموما، ولكن من المجتمع العالمي برمته، فالاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن للأمم المتحدة والجماعة الاقتصادية لدول أفريقيا الغربية واليونسكو وعدد من الدول قد أعربت عن إدانتها الشديدة لهذه جريمة الحرب هذه. وأشار مجلس الأمن للأمم المتحدة أن مرتكبي هذه الجريمة يجب جميعا أن يساءلوا، في حين أن رئيس الجماعة الأفريقية لليونسكو شدد على أن ليست مالي وحدها المتضررة جراء عمليات التدمير، وإنما المواقع التراثية لمالي هي مواقع تراثية لأفريقيا برمتها، تراثنا العالمي هو الذي تضرر جراء تدمير هذه المواقع في تيمبوكتو.
حضرة القضاة إن دعوة المجتمع المالي والدولي للتحرك ضد هذه الجرائم الجدية يجب أن يؤدي إلى نتائج، ويقع على هذه الدائرة دائرتكم أن تضع اللبنة الأولى للاجتهاد والسوابق لها المحكمة في هذا المجال. فالعالم في القرن الأول والعشرين قد شهد العديد من الهجمات ضد المباني والمواقع التاريخية والمخصصة للديانة، ويجب أن نضع حدا لهذه الحالة ولهذا الواقع المرير. ومؤخرا شهدنا على التدمير العشوائي لتدمر، ومنذ كذلك تدمير ما يعرف بداعش للمواقع التاريخية وضريح في شمال بغداد. وهذا الأرث التاريخي يشكل أداة حيوية لتنمية الإنسانية، وحماية الأملاك الثقافية يساوي حماية ثقافتنا وتاريخنا وهويتنا وطرق عيشنا لإيماننا وممارستنا لديانتنا، وكذلك الأمر بالنسبة للأجيال الحالية والمقبلة. ولذلك علينا أن نحمي إرثنا المشترك من التدنيس ومن عمليات التدمير. وإن شدة هذه وخطورة هذه الجرائم في هذه الحالة تدعونا إلى عقوبة المناسبة عندما يتم التحقق من ذلك، لكي يثني ذلك في المستقبل الآخرين عن القيام بذلك. وحكمكم يتم انتظاره بفارغ الصبر في شوارع تمبكتو السابقة وفي كل مالي وفي كل أقطار العالم. وكما أشرت في الإجراءات السابقة، فإن التاريخ بحد ذاته الذي يتجسد ماديا هو في خطر جراء هذه الهجمات. أشكركم على حسن إصغائكم، والآن أعطي الكلمة للسيد جيل دوتيختر، وهو رفيع المحامي الادعائي، لكي يقدم لنا صورة أوضح عن هذه القضية. شكراً.